طب ليه الهدهد راح؟ على فكره مملكه سبأ عدن بالظبط، مش اليمن بالظبط كمان، ده في منطقه اسمها عدن في اليمن. ايه اللي خلى الهدهد يروح هناك؟ ايه اللي خلى الهدهد يروح هناك؟ اشمعنى اليمن؟ ليه ما راحش الجزيره العربيه؟ هل الهدهد كان رايح يشوف يتتبع الحاله الايمانيه لاهل اليمن ولا اهل الجزيره؟ كان رايح يشوفهم يعني؟ مش شغلته. طب هو راح هناك ليه؟ ما احنا عايزين، لا من الناحيه العلميه، انا ما بتكلمش الناحيه العلميه. الهدهد، بصوا بقى، نيجي بقى نشوف الهدهد ده بيعيش ازاي او ايه قصته. اولا الهدهد في مثل كده يقول لك ايه، يموت شتاء ويبعث صيفا. الهدهد ده في الشتاء بيبقى حالته قرب، ما يحبش الشتاء ابدا، لدرجه ان ممكن يوقف جميع عملياته ويقف يستكين في مكان. يحب الصيف قوي، ولكن يحب دائما الشمس المشرقة، الشمس المشرقة والجو المعتدل. عشان كده هو ما راحش الخليج، لان الخليج شمس مشرقة بس حارقة حارقة. هو يحب دايما، ده السلوك البيهيفير بتاعه، هو دايما يحب قرص الشمس كده يحبه. خد بالك اربط بيها، وهم كانوا بيعبدوا ايه؟ هو بيحب الشمس، يحب يروح للحته اللي فيها الشمس. فالله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم ان اثناء وقوع القصه او الموضوع، عارفين ان الملك بتاع سيدنا سليمان كان فين؟ في بيت المقدس. في بيت المقدس هو عاش جزء من حياته في الشام، ثم اسس ملكه فين؟ في بيت المقدس. وقع هذه القصة والله أعلى وأعلم، عشان بس نتكلم عن تفسير علمي، ليه الهدهد راح هناك؟ أنها وقعت في فترة الشتاء، وفترة الشتاء في بيت المقدس تغطى بالسلوك، وهو ما بيحبش كده. فذهب في هجرة كهجرة الطيور، وده السلوك الطبيعي اللي ما حدش قادر يعمله. زي ما حضرتك بتسمع يقول لك إيه، إن أثناء الشتاء في أوروبا بيجي لنا السمان والبط وبتاع، بيجي ليه؟ وما قدرش يقعد هناك، لازم يجي هنا، يجي هنا، لان في درجه الحراره دي يموت وما يقدرش يكمل دوره حياته، لانه لازم يتناسل ويتقاصر و و و. فعندما ذهب الهدهد الى هذه المنطقه طبقا للسلوك على فكره، وهذا السلوك ما اقوله مش احنا اللي درسناه على فكره، الاوروبيين والامريكان هم اللي درسوه، هم اللي درسوا. وبالتالي لما راح هناك وراح يستمتع بالشمس اللي هو دي حياته ودنيته، فلا حاجة غريبة، ايه ده لقى في مملكة واحدة ست بتحكم، الله مش الشمس دي اللي هي مصدر للدفء والكلام من ده، ايه ده بيسجدوا. فكان اختيار الهدهد، شوف سبحان الله، طبعا لله المثل الأعلى ويختار ما يشاء. يبقى أول حاجة أن هذا الطائر يهاجر أو لا يعيش إلا في المناطق اللي فيها ايه، فيها شمس، مش شمس بس، ويكون منطقة معتدلة، يعني شمس مش حر، مش مثلا منطقة قاردة الحر زي مثلا منطقة الخليج توصل درجة حرارة 40 و50، لا ما يقدرش يعيش فيها. دايما بيميل للمناطق اللي هي ايه، مزروعة، يعني بيحب يعيش في المناطق اللي فيها زرع، اللي فيها مياه، خلاص. وهو بيعرف هذا الموضوع، لان على فكرة الهدهد لا يأكل الحبوب، ما بياكلش حبوب، ولكن بيتغذى على الديدان والحشرات، وبياكل ديدان وحشرات، ما بياكلش حبوب. وبالتالي الديدان والحشرات توجد فين؟ في الارض المنزرعة، او الارض اللي فيها ايه، زرع. الخليج او معظم الخليج الا بعض الاماكن البسيطة اللي ممكن يكون فيها زرع، ما بيكونش منتشر قوي. ارض الخليج ارض رملية، فنسبة تواجد هذه الحشرات تكاد تكون نادر. أما الأرض الطينية نسبة تواجد، زي حضراتكم معظمنا من الفلاحين، حضراتكم فاكرين الدود اللي كنا بنصطاد بيه السمك اللي اسمه الطعم، اسمه قالوا له بوفورة، فاكرينه؟ طيب لما كانت الأرض بتجف وتنشف
وتبقى ارض شرقي كنت بتلاقي فيها الطعم ده؟ لازم الارض تبقى ايه؟ طريه مرويه، لان لو مش مرويه ومش طريه مش هتلاقي فيها. اول ما تجف وتبقى ارض شرقي كده تيجي تفحها ما تلاقيش.